أسعد الله أوقاتكم. موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. نفذت المقاتلات الفرنسية غارات جديدة خلال 24 ساعة على مدينة الرقة استكمالا لردها على هجمات باريس، إذ ألقت طائرات رافال وميراج 16 قنبلة على مواقع متعددة في المدينة ومحيطها، فيما قامت البوارج الروسية المتواجدة على الساحل المتوسط بقصف المدينة فجر اليوم بعدد من الصواريخ. استشهد طفلان إثر انفجار قنبلة من مخلفات القصف العنقودي للطيران الروسي في بلدة مظلوم بريف ديرزور الشرقي. هذا وقامت قوات التحالف ليلة أمس الأول بعملية إنزال في حقل التنك النفطي في الريف الشرقي، ودخل عناصر الإنزال في اشتباك مع تنظيم الدولة في الحقل قبل أن ينسحبوا من المنطقة. تمكن الثوار من قنص عدد من عناصر النظام في منطقة المرج بريف دمشق، ومن ناحية ثانية صد الثوار هجوما جديدا على مدينة دارية، حيث دارت اشتباكات قتل على إثرها 4 من عناصر ميليشيا حزب الله و3 عناصر من قوات النظام، كما جرح 7 آخرون. استشهد طفل وأصيبت عائلة كاملة بجروح جراء غارات روسية على محيط الفوج 46 قرب مدينة لاتارف في ريف حلب الغربي. كما طالت الغارات الروسية قريتي رتيان وإيكاردا في الريف الجنوبي، بينما شن طيران النظام غارات على مدينة الباب، وقصفت قوته مدينة عندان وبلدات حيان وكفر بسين وقبتان بصواريخ أرض أرض. ارتكب الطيران الروسي مجزرة في بلدة أورم الجوز استشهد فيها 4 أشخاص وسقط عدد من الجرحى، كما طال قصف مماثل مدينة سراقب وأوقع شهيدا وعدة جرحى من المدنيين. استهدف الثوار بالمدفعية الثقيلة معاقل قوات النظام على جبهة الإسكان العسكري في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، في حين قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية أحياء درعا البلد وحي طريق السد، كما طال قصف مماثل بلدتي رخم والكرك الشرقي بريف درعا. نهاية الموجز بأمان الله.